إلى متظاهر آخر أيضا من البصرة ويدعو كسابقه الانتفاضة، ويقول إنه لا شيء تحقق من الوعود الحكومية التي لم تقدم حلولا حقيقية لمشاكل عديدة من بينها التلوث والكهرباء. قلنا مرارا وتكرارا هؤلاء المحافظ ومجلس المحافظ هؤلاء لا يمثلون، هؤلاء هم من سرقونا، هؤلاء نطالب بإقالتهم. أنا أدعو صراحة من هنا من أمام مبنى محافظة البصرة، أدعو كل شريف بالبصرة، أدعو رجال الدين، أدعو شيوخ العشائر، أدعو الناشطين، أدعو الوجهاء، أدعو جميع إنسان بالبصرة يخرج ويطالب بحقوق البصرة. يعني كفى سكوت، إلى متى نبغى ساكتين؟ يعني البصرة تسرق وتقتل وتذبح، إلى متى نبغى ساكتين؟ يعني وضعنا مأساوي والله العظيم. يعني 80% أنا دعوتها، يعني أعوتها مرات ومرات ومرات، 80% من وزارة العلاقة من البصرة للبصرة هذا حاله. يعني احنا ما بقالنا شيء عن الصيف، راح يرجع نفس 83%، وراح يرجع تسمم المياه، وراح يرجع انقطاع الكهرباء، والبصرة منتهي والله العظيم، البصرة منتهي، لا يوجد فيها شيء. يعني إلى متى هذا السكوت؟